الاجتهاد جدا. احمد اعجبني انه ركز على الموظف، وايضا القمي اعجبني انه ركز على الطفل، كل واحد منهم جاب جزئيه حلوه. صحيح. طيب هلا والله يا عمي، حياك الله، كيف الحال؟ مبروك. الله يبارك في عمرك. مبروك المقهى. الله يسلمك. الله يسلمك. بعدين شاري مو اي براند، هو شاري براند عليه الكلام. الحمد لله طبعا. البركه. شو يقول، شو يقول الشاعر؟ وهل يخفى القمر؟ اقول على البركه ويجعل بدايه المليار. اللهم امين. بدايه المليار. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن. كلها الله يسلمك. يا مرحبا. اللهم السلام. السلام. طيب عندنا انت كيف حتطور في المنتج الان؟ همبل لا معروف، ومقهى وكذا. اخذت الان، ايش اول شيء بتسويه؟ طبعا دائما التاجر لما ياخذ اي شيء اول شيء يفكر فيه دائما اثنين: تطوير، تقديم خدمات اضافيه، وزياده المبيعات. يا سلام. فدائما يحاول يربط بين الاثنين. احنا عندنا في اليوم احنا عندنا اول شيء البن. البن ايوه. وعندنا محمصه خاصه له. جميل. حلو. فنجيب البن من وين؟ من اثيوبيا. ايه. من سلفادور. من كولومبيا. هذه خلي الثلاثة خلها على جنب. وفي البن اليمني. اوكي. البن العربي. يا سلام. حتدخل ولا هو موجود عندكم؟ هو موجود. طيب هل حتدخل لنا محاصيل جديدة؟ نعم، فكرتك؟ بإذن الله. بإذن الله في محاصيل جديدة. ممتاز. في عندك من أنواع المشروبات اللي تبيها من الكوفيات، في عندك البارد، في عندك الحار. احنا اليوم جبنا 30 كوب من الاسبانيش، البارد والحار. ايه؟ كلها خلصت في خلال ساعة ساعتين. جميل. نعم. وفي عندك السويتات ان شاء الله بتجي. طيب. عن قريب، لانها انت حلو خاصة. فكرتك يعني. طيب. ايضا هو مثل ما جاب محصول جديد، ايضا دخل سناك جديد. وفي وفي ان شاء الله في سناكات جديده متنوعه راح تكون موجوده. يا سلام عليك، وهذه ضيافه لكم يا تسلم. حبيبي يا طيب سلام. عطنا فكره، خليني اقول تنقل همبلة بطريقه مختلفه. تنقل همبلة بطريقه يعني مختلفه، شيء تسوي همبلة تتغير مع المكان اللي هي مثلا الابلكيشن. 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 جميل. نعم. تقدر تطلب. وعندك قول معي بعد شو اللي تبيه من همبلة. شو اللي تبي من انواع موجود؟ شو تبي من الكوفي؟ انواع الكوفي اللي تبيه. ايوه موجود. انواع السويتات كلها موجوده. كل ما لذ وطاب يدخل في بطنك كانك شديد. جميل. نعم. يعني انت مثلا تقترح، وفي مثلا خصم. الناس في خصم، خصم 20% لمده طوال مدة 90 يوم إن شاء الله. إيه جميل. نعم. حلو حلو. لا لكن اليوم الناس كيف استخدام القهوة؟ أنت صاحب كافي. نعم. أعلى وقت لاستخدام القهوة هو من الساعة 6 الصباح إلين 10 الصباح، هذا أعلى وقت ذروة استخدام القهوة. يجون أهل العشق. يا سلام. يجون الليل. ما راح تسوي شيء مثلا في الليل، ما راح تسوي شيء مثلا مخصص للوقت هذا، مثلا تثبت سعر قهوة اليوم مثلا بسعر معين يكون شيء جاذب لك ومن خلاله تتعرف الناس على البراند اكثر. ما فكرت كذا؟ لا لا، من كثر ما احنا عندنا الكوفي عندنا والشغل مضبوط 100% والمحمصه عندنا مضبوطه 100% عشان كذا السعر ثابت. يا سلام عليك. حتى اراء الزباين كلهم يثنوا على، يعني انت تهتم في اراء الزبون. نعم. جميل. كيف تتواصل مع العميل انت بعد ما يشتري؟ يا اخي كيف عرفت رايه؟ هم يكتبون في التعليقات. في التعليقات. انزل انا مثلا بوست. نعم. اشوف اراءهم كلهم اقراها. جميل. وعندنا معلوميه بس، يجونا ضيوف في الليل من الشعار. يجونا في الليل، يجون يكتبون القصايده. ما شاء الله. فيتغنون في الليل. احنا عندنا ليله العاشر تبدا من الساعه 11:30 10. ايه. فتشوفهم قاعدين هنا. يا سلام. جميل جميل جميل. يعطيك العافيه عايد. يا سلام. اتمنى لك التوفيق. اللهم امين. يلا الله يحفظك ان شاء الله. وفق يا عايد. وياك يا استاذ. انت شاورنا بالاقتراحات، لان عادي نكون اثنين نفس الاقتراح. يعني يملكون براند واحد قصدهم. شركة. شركة. حتى يا سلام، حتى شوف حتى عندنا بلوفرات نوزعها من همبلة. يا سلام. اختراح ولا اختراع؟ جبنا اختراع. كيفك؟ احنا جبنا ثري. جيب كل شيء اللي عندك، جيبه، اي شيء يطور جيبه. جميل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله يا سيف، حياك الله، شو اخبارك؟ يقولون دخلت شريك في هيبة. الله على البركة. على البركة. سيف دخل. سيف. اي نعم. على البركة. والشركة اشترطوا عليه ايه ان كلفوه بمهمة تطوير الشركة والمنتجات. هم صانع مطورين من قبل سيف، شلون عدلوا يجي سيف يطور.